السلام عليكم البنات، كديرين المتتبعين ديالي؟ بخير. كدوز هاد كديرين مع هاد الحجر؟ كنتمنى من الله هاد الفيديو ديالي يطلع لكم بالصحة والسلامة، وتكونوا مزيانين بصحيحة، ويبعد لينا يبعد الله علينا وعليكم الشرور ديال الأمراض. ومن هاد الفيديو غنوريكم كيفاش كنعتني انا بشعري من بعد ما ساليت العلاج الكيماوي. كنغسل شعري بالشامبوان ديال البيبي، ميكس بيبي، وكنغسل شعري تقريبا 2 مرات، 3 المرات في الاسبوع. ومن بعد داك الغسيل كندير ليه هاد الزيت اللي هو زيت الخروع. هاد الزيت زيت الخروع كناخدو من بارافارماسي، حيت مني كيمشي لينا الشعر وكيعاود يرجع، كيكون عندنا واحد الشعر حساس، واحد الزغبه اللي هي حساسه. ما خصكش ديري لها شي حاجه فيها شي مواد، ماشي هما هادوك. خصك تغسليها غير بالشامبوان كما قلت لكم، هذا ديال الدراري الصغار ديال لي بيبي، كما وريتكم هاد الزيوت. هذا هو اللي كنعتني بيه، كنديرو لشعري، كنديرو لحجباني، كنديرو لشفاري، والحمد لله كانت نتيجة مزيانة. ولهذا كنصح بجميع المرضى اللي كيديروا الكيماوي ما يتقلقوش على الشعر، غيرجع وغيرجع وغيرجع مزيان، وكيرجع بواحد السرعة دغيا، ماشي كيبقى معطل دغيا. غير كتسالي الكيماوي واحد 10 ايام، 15 يوم، حتى 20 يوم الماكسيمو، شهر كيرجع لك الشعر كما هو. كيرجع للشعر كينوض، وكينوض بواحد الطريقه، هو راه ما كينوضش كما في الاول، وانما راه تينوض. المهم تيرجع، هو تيبغي الصبر تا كيطوال ويكون مزيان. واللي كنصح به جميع المتتبعين، هاد زيت الخروع راه مزيان بالنسبه اللي مريض وبالنسبه اللي ماشي مريض، راه مهم لفروه الشعر. وكنتمنى من الله يكون هاد الفيديو خفيف وظريف، ونكون خفيفة تضل عليكم، وديروا لي ابوني وتدعموني وتقفوا معايا في هاد القناة تتوقف على رجليها. راه بلا بكم راه ما غنكونش. يلا باي باي يا حباباتي الزوينات، تهلاو في راسكم.